نقول لك حاجه اخويا ابو زرطيط. نعم سي نوري. على بالك باللي انت هو المخير. بارك الله فيك. نشوفك في الفايبر، في الواتساب، في اليوتيوب، في الانستغرام. خليت فيها والو بارك الله فيك. خلعني والله العظيم. تعيش. بصح شي خطره زدت فيها بزاف اخويا. علاش نوري؟ علاش ما تاخذ بالك؟ انا كنت اكثر على بالي. بصح انا ماشي اكثر نوري. تمشي اكثر؟ ماشي اكثر. صح صاي سي بون شفيت نوري؟ لا. اهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا محسن بوزرطيط نتشرف بيك. انا اللي راني متشرف باللي راني معك اليوم نوريا ومع نوري في كوزينه عاشور. مرحبا بيك نورت الكوزينه والقصر. الكوزينه منوره بيك وبالنوري وبعمل باجي تاني. شوفي نوريا انا غادي نروح نشوف مولاي نشري له الشربات ونولي. وانت قعد هنا ما تروحش تنجي. نوري يقول لك حاجه واه. تروح وتولي يقول لك واش نخدم. اي صحه ايا بيزو. شفت البيزو محسن؟ الحمامة قالت لي اللي انت تحب المقروض صحيح؟ صح هذه الحمامة تعرف اصبح الحال. على هذيك قلت لنا ندلك ونعمل لك مقروض. ربي يحفظك ان شاء الله نوريا وراني واجد باش نعاونك تاني زادة في المقروض. انتم زادة مرحبا بكم في كوجين تعشور. اقعدوا معنا باش تشوفونا كيفاش نعملوا المقروض. ما تزابيوش وما تمشيو لحتى بلاصة اخرى. محسن بوزرطيط مرة أخرى شرفتني ونورتني ومرحبا بك بحذية في الكوجينة. أنا اللي راني فرحان بزاف اللي راني معك هنا نوريا في المملكة العاشورية وفي هذه الكوزينة كوزينة عاشور. المملكة كلها ترحب بك. ربي يحفظك وراني فرحان كراني معكم اليوم. وشنو هالمريول هذي تبعني المريول متاعك؟ هذه لبستها باش قدرت ندخل العالم تاع كوزينة تاع الكوزينة وتاع عاشور. حاضرة الفرشيطة المغرفة سكينة ولا شابو تاني. من بعد كي تبدا باش طيب معايا هذه لان لبست هكا باش ما نطيبش. هذا واش نقدر هذا واش نعرف. لا انت باش تعمل هكا الشابو تعمل هكا طيب. انا اوكي. يا سيدي مرحبا بك. الله يسلمك. واليوم انا فرحانه بك باش نطيب لك مقروض بالتمر. مقروض؟ ايه هو الفطور. جاي الكوزين تاع عاشور باش نفطر مقروط. لا لا نروح للدار خير. ليه هكا توا باش نفرح بيك شقان نفطر عزيز وغالي نصنفو من كل شيء اما باش نحط لك الحاجه الحلوه المقروط. في السهره. اي نحبوا المقروط وان شاء الله يخرج كما يلزم الحال. وبنين يلا نبدا انا وياك المقادير باش يستحقوا. سميد جويد سميد الرقيق لكن هو في العاده وقبل يعملوه بالسميد برك ويحطوه يعجنوه بالقدا ويخليوه يرتاح باش يسهل عليا انا وعلى زيد انت باش تطيب المقروض المره الجايه وحدك. باش نحط له شويه فرينه باش نجموا نلموا العجينه. اوكي. وباش نستحقوا الزبده والسمن ذايبين والشحور اللي هو العسل تقولوا انتوما سكر وقارص ونطيبوا الشحور نتاعنا وهنا التمر اللي نظفناه نحينا له القلوب وعجناه بالقرفه والقرنفل باش يبدا فاوح وتبدا البنه تشمها هكا من بعيد. يا سيدي نحط السميد نتاعي ونحط الفارينه. هذا سميد رقيق قلتي لي؟ اي انا كنت عن بالي المقروطين دار بسميد خشين شويه. لا لا اي ممكن يعملوا بالسميد الخشين لكن هذا باش نعملوه بالسميد الرقيق. صح باش نخلطهم هكا السميد والفارينه مع بعضهم. محسن انت توا في التلفزه الوطنيه الجزائريه. صح صح عليك. يعني تخدم في التلفزه الام. صحيح. ها كيفاش تحس روحك كي تخدم في التلفزه الوطنيه؟ واش نقول لك نوريا هذا شرف ليا يعني شاب جزائري قريت في مجال الاعلام ودخلت للمؤسسه العريقه هنا في الجزائر يعني هي مؤسسه التلفزيون الجزائري وقلت يعني الكلمه اللي لازم هي الام. لانه دائما في كل ما جا نرجعوا للاصل ويبقى التلفزيون الجزائري هو الاصل ونتشرف اني ابن هذا المؤسسه الكبيره. وانت قريت اعلام؟ قريت اعلام ودرت تخصص سمعي بصري في الجامعه. معناها تخدم في الاختصاص نتاعك. الحمد لله. متعه. صح. خاطر فما اللي يبدا قرا حاجه اخرى ويعمل المهنه هذه كهوايه. صح. انت هذا اختصاصك هذه قرايتك وهذه مهنتك. صح. فما دليل بعد هالدليل. ما كاينش. ما
وزيد كنا كل يوم المقروط هذاك هو الدلال تاع الصح. هذاك الدليل نوريه عاد. صح. هذاك الدليل نوريه. باهي انت البرنامج توا نتاعك اللي قاعد يتعدى اش اسمه؟ تحدي النجوم. تحدي النجوم. نجوم الفوق تتحدى ولا اللوطه؟ يعني نجوم بحالك هكذا. هما يجيبوهم يتحداوا. ينورك يا بابا ينورك. ممثلين، فنانين، مذيعين، نجيبوهم في اجواء ممتعه يتحداوا بعضهم تحديات، نشوفوا هذا الوجه اللي يعرفه المشاهد كيفاش يكون على طبيعته، كيفاش يتحدى، كيفاش يضحك، كيفاش يلعب. كيفاش مثلا يتحدى؟ يعني كيفاش يتحداوا بعضهم؟ احنا عندنا فقرات كيما مثلا عندنا فرقه موسيقيه تعمل لحن. إيه؟ مثلا نقول لك دوك ندير لك تحدي الان، ندير لك اللحن تاع نانينا وترهويجه. شفتي هكا ربحتي نقطه. لكن احنا عندنا فرقه موسيقيه هي تعزف اللحن، والفريقين نشوفوا اللي يكون اسرع في الضغط هو اللي يجاوب. كي يعرف لازم عليه يغني، كاين ميكروفون يغني. في تحديات واحد اخرين عندنا بابي فوت، عندنا تحديات، عندنا واحد الارقام وراهم صور ونشوفوا شكون اللي يقدر يشفى، يعني مور رقم 2 واش كاين، مور رقم 3 وغيره. يعني وبعد يربح حاجه ولا ما يربح؟ يربح. عندنا في كل مره نمدوا درع ان تروفي، عندنا درع ذهبي للفريق الفائز والدرع الفضي للفريق، ما نقولوش الخاسر لكن الفريق الثاني. هايل هايل هايل. باش ما نفوتكش باش تتبع او كنت تتبع البرنامج وتبع الترتيب باش تبدا ما تفوتك شيء. قلنا خلطنا السميد والفارينة حتي ترشى ملح، وتوا باش نحط هنا هذه الزبده والسمن ذايبين. حاضرين باش من الاول انا باش نخلط هكا شويه، بعد باش نستعمل يديا. صح. غسلنا يدينا باش نجمو نعجنوا العجينه، وباش تبدا عجينه متماسكه وهايله. باهي شكون انت يا محسن اكثر هكا فنانين جاوك اللي قعدوا في ذاكرتك معناتها ما تنساهمش، كانوا متميزين، معناتها التحدي كان كبير وكانوا متميزين؟ ما انا لو كان نهضر هكا يقدروا يزعفوا عليا بزاف فنانين. بصح كي راني مع نورية نقول لك باللي الحلقه الاولى هي اللي بقات في الذاكره تاعي، لانه البرنامج كان مازال ما شافوش المشاهد. أي؟ جاو كانت في الفنانين، كانت الفنانه كنزه مرسلي، كان في المذيعين مذيعين تاع جيلة فام عادل وكذلك زهيده، وكان عندنا توام ساره وسعاد، هما يعني ضيوف الحلقه الاولى هما اللي بقاو في في, في انت تو هربت بيا. علاش؟ الضيوف الاولانيين زعما خاطر الحلقه الاولى باش ما تجاوب. تو مع النوريه تو. لا لا صح، هما اللي جاوا تحداوا داروا حاله، يعني الحلقه هذيك الاولى هما الحلقات اللي موراها ثاني ملاح. صح هذيك الاولى كانت بزاف. يزيني من داروا حاله وحلقه الاولى، شكون قعد في بالك متميز؟ معناها التحدي كان قوي والفنانين هكا الاثنين ياسر حلوين. هما الكل يا سيدي حلوين، اما اللي قعدوا في مخك. اللي قعدوا في مخي لازم اسم واحد؟ ايه ولا زوج؟ تحب تقول زوزكو؟ شكون شكون شكون؟ يلا ما نروحوش الحلقة الأولى، نروحوا الحلقة الثالثة. جام. ايه جام فنان شاب جا دار حالة في الحصة. ايه؟ ودار كامل التحديات اللي كان لازم يديرها. وقعد في بالك؟ قعد في بالي. معناها ماذا بيك تعاود تستدعاه مرة أخرى؟ إن شاء الله. إن شاء الله. وشكون من الفنانين اللي ماذا بيك تستدعاه ومازال ما جاكش؟ متزاير. كيما تحب، كان متزاير ولا مش أنا ماذا بيا البرنامج في الموسم الجاي واللي عنده بعد عربي ولا بعد مغاربي إن شاء الله، ونعرض واحد الفنانة واسمها كوثر من تونس. إيه؟ تكون حاضرة معنا إن شاء الله. كوثر هذه يحكيوا لي عليها. صح. يا ربي شكوني هذه؟ ولا قالوا لي علي. تعرف فما شكون حكي لي عليها؟ تو نقول لك اسطى ونقول له يكلمها. خلاص اوكي. ها؟ اوكي. باقي تهرب بيا. ايوا خلاف كوثر شكون؟ خلاف كوثر راني حاب تحدي النجوم كاع نردها الوقت وعالم تاع عاشور العاشر. إيه؟ ونجيب الكامل اللي راه في المملكه كامل يتحدى. حبيت نشوف تحدي في المملكه العاشوريه كيفاش يكون. فريق تاع عاشور العاشر. إيه؟ فريق تاع دحمانوس. وشوف شكون اللي يدير. حلو حلو. ولازم تعمل تحدي بين النوري والبيجي. لازم. صح. النوري والبيجي تحدي كبير. ان شاء الله. ناكد لك.
باهي يا محسن تهرب بيا باقي، لكن هذا السؤال باش تجاوبني عليه. الله ليلي. وشكون الفنان اللي ماذا بيك ما عادش يجيك؟ هو ماشي فنان، هو منشط كيما انا يعني. ومنشط في التلفزه الوطنيه. التلفزه الوطنيه اليوم راهي تمن قنوات، وكاين قنوات واحده اخرى ان شاء الله هي جايه، التاسعه الشبابيه وقناه برلمانيه. هو باش يعرف روحه هو من القناه الثانيه. علاش؟ لانه كنت عرضته رمضان اللي فات. وعلى جالو سنين واحد الساعه. ساعه وحنا نستنى مع انه يخدم يعني معنا فريق كامل واقف يستنى، كله يستنى لانه نسى الموعد وكايت له في التليفون حنا داخلين. نسى الموعد، نسى الموعد تاع التسجيل وما قدرش يقول لي باللي نسى، راني جاي راني جاي يعني سنينا. فحكاك العاد زيت عرضته في الموسم الثاني. عاود لك الحكايه؟ لا لا ما عاودش. تهضر طوايش في الاستوديو. دوك هذاك السير ما زيدش نعرضه. ايوا يعرف روحه تو. يعرف خلاص. راهو هكا يتململ بكله. انا 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 وزيد ويشكي تبيع على النورية ويستنى باش تقول اسمه. هو يعرف. هو يعرف الفنان اللي بداش هكا ملتزم في الوقت وما يجيش ويعطي كلمه ويخلي العبد فريق كامل يستنى، العباد الكل مش عبد واحد، الكل يستناه. بصراحه انا بدي ما يعجبنيش لا نتفرج فيه ولا نشوفه. اي ومع انه هو يدير برنامج والضيوف يجوه في الوقت. شفت هو درها ليه مش الضيوف يجوا في الوقت كهو. هو مادام يعمل في برنامج يعرف قديش الحكايه تقلقه كانيماتور. صح بالك انسى هذاك النهار. بالك ما استقهواش مليح. خلينا نكون انا كي نصبح ما لقاش مقروط استقهوى به. لا لا باش نكون انا شويه هكا بالك عملها بالعاني. بالك حبيت تقولي غير مني ومن الحصه. باش نخرجك من هنا خصي ماشي. هذاك غير مني. ما يزعلش هو ما يزعلش. يا سيدي العجينه هذيا باش نكمل نعجنها هكا. حتى لين تتلم. كي تتلم العجينه وقتها باش نبداو نعملوا التمر انا وياك ونقدوا المقروض. صح ما تبعدوش هانا راجعين. العجينه نتاعنا حضرت، نكمل انا وياك نحضروا المقروض يا محسن باش نكملوا نحلوها بالكدا. محسن ندير كيما راكي دير ياك. اي اعمل كيفي انا، تبعني تو تشوف يجي مقروض هايل هايل. هذا هو التحدي مالتا اليوم. هذا هو التحدي لنا. شفت تحدي كوزين تاع عاشور. ايوا ومن بعد شوش باش نعملوا محسن باش نحلو هكا. صح في الوسط هكا سهله. وباش نبداو في التمر نبرمو التمر نتاعنا هكا 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 هكا. سهل هذه كيما كي كنا نقراو. ايوا العجينه ها هيك ونحطو ونكملوا. محسن انت اول ما بديت تخدم في بداياتك طول دخلت التلفزه الوطنيه الجزائريه ولا خدمت بلايص اخرين؟ لا لا هي كي كملت العام اللي كملت فيه من حظي انه التلفزيون نظم مسابقه لاختيار وجوه جديده مذيعين يعني مسابقه وطنيه. شفت الاعلان في التلفزيون ورحت مع صحابي اللي كنا نقراو كيف كيف، قلنا نروحو نسيو زهرنا. رحنا وكان نهار الاول 800 مشارك. اي والحمد لله كل مره كنت نتاهل مرحله لمرحله حتى وصلت للاخر. المرحله الاخرى بقينا فيها 40 من بين 800 واحد، بقينا 40 من 40 هذوك خيروا ثلاثه. كنت من بين هذوك تبارك الله معناها من العدد الكبير هذايا ثلاثه من الناس انت منهم. صح. وشكون الزوز الاخرين؟ محمد ايه؟ عبدون وماسين حاميه. ايه هما اللي خيرتنا. كانت السيده ليلى وهي مديره الانتاج ومشرفه على هذا الكاستينج، من ثم بدات حكايتي في التلفزيون. بارك الله. بارك ان شاء الله تقعد هكا ناجح على طول ان شاء الله. شنو اللي تعمل فيه هذاك؟ عصبان، تعرفي العصبان؟ نعرف العصبان. هذا هو العصبان تاع السميد بالتمر. باهي ما تسالش تو اسمع، خلي الصحن اللي عملته انت هذاك نحطوه والصحن هذا ونشوفوا. هذا ياكلون نوري والباجي وهذا انا وانت. تفهمنا؟ يا سيدي حطينا التمر اللي قلنا فوحناه بالقرنفل وبالقرفه وحاضر معجون. اوكي. توا احنا باش نقصوا بالمقروض نتاعنا ونحاولوا كي نقصوا نهبطوا السكينه فرد المره.
صح. هذا المقروط اللي يتقلى في الزيت، ماشي اللي يتحط يضيف الكوشه، صح؟ هذا باش نقليوه في الزيت، صح. ومن بعد باش نحطوه في الشحور، العسل هذيك حتى السحور نحب في السهره، نجم في السحور تاكل مقروط، تنجم تاخذه حتى بعد ديسير، صح. هلا قصيناها. يلا انت محسن تو كمل القصه. القصه ساهله حسره. اي حسره. اي حسنا نشوف. ايوه باهي. شوف شوف المقروض، شفت؟ شوفك الزين والشبوبيه. انت مالفه في الكوزينه، انا ما ندخلش كاع الكوزينه، ندخل غير باش ناكل. ها شوف شوف والله شباب، حتى انت شباب زاده. لا لا شباب توا ما نقص، احنا باش نقليو المقروض باش نحطوه في الشحور، صح. ويا عيني يا عيني بعد تاكل المقروض بنين على الاخر. ان شاء الله. يا سيدي قبل ما نقول لك باي باي وقبل ما تمشي من بحذيه، الحصه نتاعك هذيا عندك في مخك فكره اخرى بعدها باش تخدم حاجه جديده ولا باش تواصل في نفس الميسيون هذه؟ مبدئيا لانه راهي في الموسم الاول تاعها حاب نطورها اكثر، حاب تكبر، وكما كنت قلت لك علاش لا لا نولوا نجيبوا نجوم ماشي جزائريين برك، نجوم عرب ويتحداوا في تحديات، لانه المشاهد يحب يشوف هذه الوجوه المعروفه، يشوفهم كيفاش يلعبوا كيفاش يضحكوا كيفاش يتحداوا. وانت شكون باش يستدعاك النهار؟ كيفاش؟ انت تستدعى في الضيوف. شكون اللي باش يستدعاك انت؟ حضرت حصص. حضرت؟ انت وين تو؟ انا اليوم في الكوزينه، الكوزينه تاع عاشور، صح. شفت كيفاش ماكش حطتني في الخريطه نتاعك؟ بالعكس انت راكي خارج الخريطه، هذا اللي حاس روحي هنا في الدار. اي لانه نحب بزاف كوزين تاع عاشور ونحب سلسله عاشور العاشر، اليوم ما رايش حاس روحي ضيف، انا حاس روحي مول الدار. يعطيك الصحه محسن، انت توا وليت مستانس بالكاميرا، ما عادش عندك الرهبه والخوف، متعود معناتها، صح. اون بلوس عندك هكا ملامح حلوه، ربي يحفظك. تنويش تولي ممثل؟ علاش لا لا، هي كانت عندي تجربه مره في سلسله بصح مثلت المهنه تاعي، مثلت صحفي. بالك كاش مخرج يشوفني وهو يكتشف قدراته، يجي لباله باش يعطيك دور اخر غير صحفي ان شاء الله. اي معناها انت مستعد؟ انا مستعد، نحب انا ندير حصه تاع تحدي النجوم، كل حاجه فيها تحدي نحبها. سي تو نحكي لهم اليوم من اول مره، على بالك بلي اول مره ندير مقروط، وعلى حسب الشوفه تاعي خرب تاعك. لا ما تزعفيش. ليه عاد؟ لا بالي ما تزعفيش بصح شاف. مش انت تقول باهي هكا المقروض نتاعك هذا خير من المقروض هذا، كي نقلوه ونشوفوا شكون اللي بنين. مش انت اللي باش تحكم، اقعدوا معنا وبعد شوفوا المقروض وقولوا لي شكون المقروض نتاعو خير. المقروض احذر يا محسن، نكملوا له هكا العسل باش يزيد يولي بن على بنه، واش قولك؟ واش رايك فيه؟ اي انا اللي نسقسيك واش رايك فيه؟ انا اللي خدمته، انا اللي طيبته. بالله عيني في عينك تقول لي انا طيبته وانا اش عملت؟ عندك تاع هذيك الفوقانيه هذيك اللي مخدومه مليح. لا لا هي انت الكعبه اللي عملتها. صح انت فاهم حاجه، مور السهره مع القمه لازم دي معايا. اي تو نحط لي اربع كعبات في السهره والباقي كل نحطه لك ليك انت. هكذا رانا متفاهمين. صحة وبالشفاء. يا ربي يحفظك ان شاء الله. راح الحال، هاني تلاقيت المؤذن فطرك راح يذن. بي اطول نمشي نحضر شقة نفطر المولاي. واش من الباجي؟ سبحان الله شبيتك الواحد ماني شايفه. شكون؟ محسن بوزرطيط. تعرفوا؟ سي نورمال نعرفوا، انا هو. وي طب طب، حتى انا مراد بوطاجين. هيا غاول غاول مولاي يستنى فيك. هاي هاي يعطيك الصحة نورية، جوزنا هذا الوقت كيف كيف في الكوزينة، وإن شاء الله مرة واحدة أخرى إن شاء الله نعاود نولي. إن شاء الله يا سيدي، ما تنسيش من بعد المقروضة. لازم. لازم تسمعك المقروض، مرحبا. يعيشك صحة فطورك وبقى على خير. يعيشك، وصلوا للديوان هاني جاية. غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت، ما تنسيوش كوزينة عاشور، وإن شاء الله عجبكم المقروض، شهية طيبة وصحة فطوركم. مقروض التمر 3 كيلات سميد أحرش، كيلا فارينة، كيلا سمن، زبدة، زيت للقليان، قرصة ملح، ماء وماء زهر، وللحشو التمر وجلجلان وقرفة.